السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله في الفيديو ده هنحل بروبلم جديدة، بروبلم اسمها Average Revolution Feature Continental. البروبلم دي يا شباب هتلاقوها في البيزك شوية في البروبلمز اللي خاصة بالهاكر رانك. بروبلم تعتبر بروبلم كويسة، يعني فيها تريكس، فيها شغل، فتعالى نشوفها مع بعض. انا هتشوف انت هتشتغل ماي سيكوال ولا سيكوال سيرفر ولا سيكوال سيرفر ولا اوراكل سيكوال سيرفر. فانا هشتغل على اوراكل سيكوال سيرفر، هو بس بيبقى فيه اختلاف في الفانكشنز، فانا متعود ان انا اشتغل على اوراكل. فزي از يو لايك، لو انت شغال ماي سيكوال وشغال على الورك بنش بس عندك على الجهاز تقدر تكمل عليه، لو انت شغال مايكروسوفت سيكوال سيرفر او اوراكل سيكوال سيرفر يعني مظنش هتفرق في البروبلمز لغايه دلوقتي، ما لقيتش في فرق. تعالى نقرا المسألة. بيقول لنا given city and country، هيدينا جدولين، بيقول لي أنا عايز الكويري بتاعت النيمز بتاعت ال country دوت continental and their respective average city. بمعنى هو دلوقتي عايز ال country ده عبارة عن جدول، ففي كل اسمه continental، عايز ال yard ال continental ده وال average بتاع كل city، كل cities اللي مقابل ال continental ده، اللي مقابل ال continental ده. فكده احنا محتاجين يا شباب نعمل افرج، قصدي على البابليوشن اللي موجود في الكونتيننت، بس من جدول تاني. البابليوشن هتلاقيه موجود ايه في الجدول بتاع السيتي، سيتي تيب. طيب هو هنا قال لي ان هتلاقي ان سيتي دوت كونتري كود هو الكونتري دوت كود. يعني هنا يا شباب الجدول اللي اسمه سيتي هتلاقي في كولوم اسمه كونتري كود، وهنا في الكونتري هتلاقي كولوم اسمه المفروض كود. يعني على كلامه هنلاقي في كود فده بيساوي ده، فده هو ده اللي هعمل بيه الـ inner join بتاعتي، بحيث ان انا اقدر اطلع ايه، اطلع الـ names واطلع من الجدول التاني الـ population الـ average كمان population اللي مقابلة للـ country continental. فيلا بينا، بسم الله. اول حاجة select، ممكن على طول تعمل ايه، select للاسامي اللي هو قايلها لك، مفيش مشكلة. select الـ country continental، وهو عايز كمان الافرج بتاع السيتي دوت ريفوليوشن. انا الكونتري ده اسم الجدول، ودوت ده اسم الكولوم، بعد دوت ده اسم الكولوم، وهنا السيتي ده اسم الجدول، وبعد الدوت ده اسم الكولوم. فروم ايه؟ فروم الكونتري، في جدول اسمه كونتري وفي جدول اخر اسمه سيتي. وير ايه بقى؟ وير الكونديشن اللي قالوا لي، قال لي ان السيتي دوت كونتري كود بيساوي الكونتري دوت كود، يعني الفاليو دي بتساوي الفاليو دي، فانا كده هجيب الانترسكشن ما بينهم. طيب في عندنا بروبلم بسيطه، ان انا ما اقدرش اجيب افريج لقيمه من غير ما اعمل جروب باي على القيم الاخرى اللي موجوده في السيلكت. فانا هقول له جروب باي معناها ايه؟ هقول له الريزلت اللي طالعه اعمل لهم جروب باي الكونتري دوت كونتنت. فكده هو هيفهم انا هجيب الافريج على الكونتري دوت كونتيننت. ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيعمل جروب باي لاي كونتيننت، هيعمل له زي جروبس، وبعد كده هيحسب ايه الافريج بوبيليوشن اللي موجوده في السيتي دوت بوبيليوشن اللي تابعه للكونتيننت ده. لما يكون الكونتري كود يساوي الكود، لما يكون الكونتري كود يساوي الكود، فيحسب كل ايه، كل البوبيليوشن بتاعت السيتي اللي موجوده في الكونتري دي، الموجوده في الكونتري دي. انا عارف هي مساله فيها لفه شويه، بس بنتعلم، مفيش مشكله. بعد كده بيقول لي ايه، داون تو ذا نيرست انتجر، لو قال لي اب فهنعمل سين، لكن هو قال لي داون فخلينا نعملها فلور بالمنظر ده. وبعد كده تعالى نجرب نعمل ران كود، نشوف التست كيس الاولاني، ما تنساش السيمي كولون، تعالى نرن تاني. فالحمد لله التست كيس الاولاني عدى. فزي ما قلت لك، ما يعني لازم عشان تتاكد ان الحل بتاعك صح، لازم تعمل سبمت كود ويجي لك في الاخر ايه، سكسس او كونجراتيشن، زي دلوقتي. فكده اعتبر الحل بتاعك صح. المساله كانت محتاجه ايه؟ محتاجه ان احنا نعمل هنجيب كول من جدول وكول من جدول تاني، بس عشان اقدر احسب في افريج، فرام في افريج او ماكسيمم او مينيمم، ومعايا في السيلكت كولوم تاني، فلازم اعمل جروب باي الكولومز التانية. يعني لو كان في كذا كولوم هعمل جروب باي لكذا كولوم التانية، بحيث بقول له اعمل لي جروب بالكولومز دي وهات لي الافرج بتاعتهم. ده معنى الكويري يا شباب.
واللي هو سيكل كونتر كود يساوي كونتر كود، ده الانر جوين. لازم اعمل جوين عشان اقدر اريتريف الفاليوز بتاعت البوبيليشن الخاصه بالجدول الثاني ده، لان ده جدول وده جدول، فعشان لازم كده اعمل ايه الانر جوين. اتمنى باذن الله تعالى تبقى بروبلم مفيده وحضراتكم استفدتوا منها. لا تنسونا من صالح الدعاء، وادعوا لنا باذن الله احنا ممكن نعمل بلاي ليست ثانيه نتكلم عن الداتا اناليسيس بشكل اوضح باذن الله تعالى. بالتوفيق ليك ولكم التوفيق، ولا تنسوا صالح الدعاء لاخواتنا في غزة بإذن الله تعالى، ربنا ينصرنا على أعدائنا إن شاء الله. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.